بعد مشاهد تجمعات المواطنين حوالين أحمد طنطاوي، خلينا نكون متفقين إن المشاهد دي جابت للسيسي أرتكارية، مع العلم إن لا هو ولا نظامه يقدروا يعملوا حاجة، عشان أحمد طنطاوي بيلعبهم بنفس أدوات لعبتهم. ولو مش مصدق شوف بنفسك. السيسي أول يوم توكيلات نزل الغلابة بكرتونة و200 جنيه، هتفوله عايش الزعيم وخلصنا واليوم خلص. أما طنطاوي فدعا أنصاره للنزول، والكل هدف عيش حرية عدالة اجتماعية، يعني تقدر تقول ثورة صغيرة كده على مقسوم. والدولة ما تقدرش تمنع ده، لأن القانون بيقول الناس تنزل وتعمل توكيلات. السيسي حس بالخطر وبالحيل عليه وعلى نظامه، فطلع في مؤتمر مهزوز وخايف وبيلخبط. والحقيقة السيسي في الأوقات اللي شبه دي ما بيسمعش كلام الدكاترة اللي بيعالجوه، وما بياخدش الدواء، فتلاقيه بيبرطم بكلمتين في الشرق وعشرة في الغرب. رعبه من اللي بيحصل باين في عينيه وباين للناس كلها، حتى توصيات الأجهزة الأمنية للإعلاميين واضحة بالخوف والقلق في عيون أحمد موسى ومصطفى بكري وعمرو أديب ومحمد الباز. الكل خايف من الانتخابات أو من الثورة اللي ممكن تحصل في أي وقت. حديث السيسي في المكلمة اللي نصبها كلام سطحي ومفقوس وشربناها كتير قبل كده. الشعب عايز أجوبة على حاجات تانية، الشعب عايز إجابة على طائرة زامبيا اللي فيها فلوسنا وفلوس عيالنا، الشعب عايز يعرف مصيره إيه في سد النهضة، الشعب عايز يعرف فلوس القروض راحت فين، الشعب عايز يعرف الحرامية اللي في النظام ما بيتحسبوش ليه. أسئلة كتير ما يقدرش يجاوب عليها السيسي، هو بس هيجاوب على شوية المشروعات اللي عملهم بفلوسنا وشايف إنه خطير ومحد زيه في الدنيا كلها، مع إن أي حكومة تقدر تعمل أكتر من كده. وبعدين مين يشهد للعروسة؟ مكلمة السيسي لو دعاية انتخابية فهو خربها على نفسه وعلى الانتخابات، ولو كانت رعب وخوف من تجمع الناس حوالين طنطاوي فطنطاوي كل يوم بيكسب والسيسي بيخسر من زمان. أجمل ما في الصورة هو هتافات الناس تاني قدام مكاتب الشهر العقاري، أجمل ما في الصورة هو اختيار الانتخابات، لأن الثورة زي ما بيقولوا بتاكل الأخضر واليابس، ومع ذلك برضو خايف وبيأمر قواته بتعطيل أي حد عايز يعمل توكيل لطنطاوي، لأن زي ما قلنا النظام ما بقاش خايف زي الأول، النظام بقى خايف أكتر.